نظمت رابطة زوجات ضباط الشرطة ندوة بعنوان دور المرأة عبر التاريخ المصري بحضور دكتور لميس جابر وعدد من الشخصيات العامة. النهاردة هقول لهم لمحات كده من كفاح المرأة بالتحديد في تاريخ مصر من زمان أو من أيام الفراعنة حتى. واللي يعني كان نهاية تتويج الدور ده في يومين الاستفتاء في 14-15 اللي فات. دور المرأة المصرية الحقيقة مش من دلوقتي، دور المرأة المصرية من أيام الفراعنة، طول عمرها بتقدم أولادها للشهادة من أجل مصر. ويواظب أمهات الشهداء على حضور كافة النشاطات الخاصة برابطة زوجات ضباط الشرطة في محاولة منهم للوقوف إلى جانب وزارة الداخلية ومؤازرة بعضهم البعض. من باب ان انا مامت الشهيد الرائد محمود المحرزي، ان انا جايه اعمل اي حاجه لله اولا، اوهب ثوابه لمحمود، للمجتمع، لاي شيء المهم يوصل الثواب لي. انا الحقيقه لما جيت المره اللي فاتت كان زوجات الشهداء، انا شفت اطفال ما شافوش ابهاتهم، يعني الاب استشهد والام كانت حامل، فحقيقة روحت يوميها قلبي متقطع يعني على الشباب اللي زي الفل. النهاردة تعداد الشهداء وصل فوق 440 من الشرطة، يعني أكتر ناس دفعت في الثلاث سنين اللي هي مؤامرة بكل المقاييس على البلد لإسقاط الدولة. الناس دي وقفت جامد جدا ودفعت كتير جدا، فلازم الواحد يقف جنبهم ما فيهاش كلام. يعني ببقى سعيدة جدا أنا هكون طبعا مع أسر الضباط ومتواجدة معهم في هذا اليوم، اللي هم نفسهم يفرحوا، نفسهم ينبسطوا، اللي هم عايشين في قلق ليل نهار، عايشين في خوف، يا ترى بكره في ايه، يا ترى ايه اللي هيحصل، يعني برضو دي بتوجع. ايه شعيب، سي بي سي.